دكتور عزة، انت ازاي بتتعاطي بقى مع القضايا اللي شبه كده بشكل عام؟ أولاً اللبس اللي حصل على السوشيال ميديا زي ما بنقول كده، والرئيس نفسه قال هري حتة إن المشروع اللي تقدم بيه سيادة النائب الحقيقة مثمن ويعني ممتاز جداً، وأنا أثني عليه جداً، لأن الأم، أنا بتكلم بقى على التلاتة مش الطفل بس، الأم بتبقى محتاجة في هذا الوقت السبورت أو الدعم النفسي. في الولايات المتحدة أو في أي بلد أوروبية الأب يعني بيبقى مجبر أو يعني هو ملزم إنه يقف معاها حتى في حجرة الولادة ويشوف كل خطوات الولادة قبل كده في الحمل. الأب أيضا ملزم إنه هو بيتابع معاها تمرينات التنفس، إنها بتمشي، إنها كذا، بيساعدها في الأعباء المنزلية وهكذا. فإحنا خدنا الجزء اللي يخصنا، يعني احنا لسه في دور التطور، وان شاء الله هنوصل لمرحله ان الراجل المصري يهتم بمراته وهي حامل وما يزعلهاش وما يضغطش عليها نفسيا، ويبقى يعني في دعم كامل منه ومن العيله. نشتغل على الثقافه اكتر. نشتغل على الثقافه طبعا، والوعي والاعلام والاديوكيشنال، لازم ندرس طبعا الكلام ده في التربيه الاسريه وعلم الاجتماع. بتدرسوه يعني انتوا يا دكتور عزه؟ بيتهيألي بص، في ماده حتى بشكل ودي مش بشكل رسمي، في ماده اسمها التربيه الاسريه تدرس، المفروض ما ينبغي ان يكون انها تدرس في المدارس، ولكن ايه المحتوى اللي فيها؟ هل فيها المرحله دي؟ انا اشك. يعني احنا لسه ما وصلناش لهذه المرحله. ده انا قصدي ان حضرتك كاستاذه جامعيه وممكن تكوني مهتميه بالشان العام او الشق الاجتماعي، ممكن تتكلمي في ده بشكل شخصي. ولكن مش بشكل رسمي من خلال مقررات دراسيه ولا محتوى بيقدم. لما بدرس حاجه فيها مثلا مناهج المستقبل كذا كذا، بقول الكلام ده وبجيب تجارب الدول السابقه وبعلمها لطلاب الدراسات العليا. لكن انا عايزه اللي ما ينبغي ان يكون اني اعلم ده للولاد في الابتدائي، فهو يطلع من ابتدائي عارف انه لازم يبقى يحترم المراه، وعارف ان في تغيرات بيولوجيه في جسمها وهي حامل، فلازم انا كرجل اساندها، ولازم اعمل معاها تمارين التنفس واحس واكلم البيبي وسمعه موسيقى. يعني الحاجات دي عشان كده بقول لك دي ثقافه. فعشان احنا ننتقل لهذا الطور دي احنا محتاجين يعني. لكن في ناس طبعا عارفه، احنا دايما في العلم نقول بعض، يعني بعض الناس عارفه الكلام ده. الحاجه الثانيه بقى، في مرحله الولاده الام محتاجه جدا كل الدعم النفسي، وان الاب يكون معاها في حجره الولاده عشان يبقى عارف قد ايه الست دي بتتعب وبتتعذب ويشيل معاها الشيله يعني. طيب بنديله 7 ايام، هذا المقترح اللي انا يعني بأثمن عليه، بنديله 7 ايام، لان فعلا وممكن تكون اكتر، لان في تطعيمات طوال السنوات، يعني في شلل اطفال وفي يعني في كذا تطعيم المفروض ان، بس هنا الام بتنطلق بقى، الام بتنطلق لكن في الفتره الاولى دي الام لسه مجهده تعبانه، سواء والده طبيعيا او والده سيزيريا او اي حاجه، فهي محتاجه حد معاها، مش هتروح بقى تجيب بقى الجيران اخوها ابوها، ما ينفعش يعني، لازم برضو تحمل المسؤوليه. والطفل على فكره، الطفل احنا فاكرين ان هو كائن مش بيحس، لا هو بيحس ان في، عارف حضرتك الحميميه دي، دقات قلب الاب لما بيشيله، دقات قلب الام لما بتشيله، عارف حضرتك حتى ريحه الهدوم هو لما بيشمها بيتعرف على الام بيتعرف على الاب بالزبط. الحاجات دي يا جماعه احنا لازم نفهمها ولازم نعرفها، يعني دي ثقافه لازم ندرسها فعلا في المدارس للاطفال. فلما يروح معاها وهو هو شايله، هو بيقدم الورق، هي بتقدم الورق، هي معاه، هو لوحده، ال7 ايام دول هو بقى بيعملوا بقى السبوع الطقوس المصريه الحلوه بتاعت مع بعض، يعني هو معاها، فبدل ما ياخد ايام اجازه ويتخصم منه وهو في عرض كل جنيه وكل قرش لانه بقى رب اسره، لا هو دلوقتي باريحيه شديده جدا هو واخد الاجازه وبيتصرف وهو مبسوط وحاسس ان ده وش الرزق ووش السعاده عليا، وبالتالي الاتيتيود او الاتجاه بتاع الاب تجاه الطفل الجديد ده ان شاء الله وش خير، وانا دلوقتي مرتاح، هنام براحتي، هحتفل بابني ومراتي براحتي، هخدمها انا، مش لازم حد، اجيب لها الميه، اجيب لها الاكل، اساعدها، اشيل معاها البيبي شويه، اسهر جنبه شويه، لان مرحله انه ساعات بيسهر بالليل الولد وساعات او النهار مرحله صعبه جدا يعني.